من والى الله بالعبادة فوالاه الله بالكرامة. الله. الأنبياء لهم المعجزة الخارقة للعادة، الأولياء محفوظون ولهم الكرامة. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلام. سآتي لسيادتك بنموذج من القرآن نفسه. القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية. ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ما هو الإسلام؟ كما في حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تصوم رمضان. لكن يجي بقى يسأله جبريل ويقول للرسول ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ده التصوف بعينه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا لو اكتفينا بأداء الفروض، صلوات وزكاة وحج وبالإيمان بالله وملائكته وكذا، يأتي الدرجة العليا وهي الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.